رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحن فريا عشر كني شنات إنوية الكتاب كي عقيدة السلف وأصحاب الحديث أبي عثمان الصابوني، وحن صومرنا عشر كودن بي شلي إن صفات كإلهي سبحانه وتعالى قرآن كي سنة أي شيئين أي تهي إن مارنتا قيام رب دومدي سو يمن دونه كلا حكم دونه هبين كستانا قيبتي صدام به إلى السماء الدنيا وسو دغو سي سغون وغرانا يو وسو دغا سبحانه ما انت عرف ان سغنت هي يدانا ان وسو دغو ما انك او بدن النار لا اسكو خري ايت عشر كاس ودوا سودا يا كو لا ميدكا يا وحي هبونت هي قفكا مرنك يا سواشا ككينا اما انو وحرار هذه اسكو دايا دعدوين هورو سو دعاي يا وحا هبون. وروى يزيد بن هارون وحوريي في مجلسه مجلسك وحال الى مجالس اما امالي عشر عن كتاب اسكحر انا هين وحلقاس رقا إمدا إيجوغين إن بدنا كتبتا كميدا عن هاي الناي مقرنين مركا قولها ويمادو هاد بمعنى انت عشر حديث حفتي بألقا آخرين شري مجلس كاما قوليه الله فاريستابا عشر مدح بنام بوها أو ويرين شري حديث أو مقرية ولقا يعوى بابا كلا دوان نيته صدرت هذه الكتب سيدا لغو قري المجالس أما الأمالي بالي رادا مرقا قاركود مركي داتكو باتو مايكروفونيس كان عودك ديري تبيانا مجرين مركي وحشيغو انت عودكي سوغاري يسفي عن قفبا استاغي شري وانتو يري كعلين شري قولي هذا مسايا مقلان سيدا صلاة دابا مال دحادت جوغه امام کو عود کیسان لم مقلین مبلغ لو يراد قفقه غارسيه کو مجالس تاسی گودبیا یگا مبلغ لم دہی چرینا مستملی بالا دہی چری نن یار سنایا او ک دغیسنایا سینا یڑینایا وحو یری سی دحایا ساس ایان چرتن مجلس مرکه مجالس تیسی کمیدا وحو وری حدیث اسماعیل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي ويرضي الله عنه وارضاه في الرؤية إلهي آخر إن لا أركيه ويددك مؤمنين تأركيان حديثك كساب صنع وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكي النبي أجري حديثك كمدها إنكم بيدنك ترى تنظرون وادفيرين إيسان إلى ربكم ربكين كما تنظرون ساد أفيرين إيسان إلى القمر ديحة أو ليلة البدري ليلة التمامي هبين كنا ما يسترمي أفريا تمنات كأتشوغ ضيوحي انت هرانا إن قيب مقان تهيب أدمودا مركوز سيه بشي انت دنبانا إن قيب سيقو عيساد مودي سايا يفتين كي با مرنا ناقصا بس مرنا سيارانا يا أفريا تمنك مركوز شوغو وريق جيسو يفتين كي واودا قارا صدرت ليلة البدري بعلي راه دا أما التمام كا ودمايسترنا يفتين كيسو دمايسترية حديث الرواية وحياة هاي قيبة كسي دارتي وكهري يوتني أي متالي سي تتكاهر الجنة هي إني ربي قد أركيان أركتي داسنا أركتي أي سعريري يانو قفناعي كقر سوميسة تتكاهر كقر سوميسين إني نهين كاسو حديث كحولي الله تضامون في رؤيتي أركتي ديس اسمع العريري يسانو مال يرين تلقى أركو إتوس لديه ماها سيدة داي حفر يتبانا وقفل بكركي سوكاركي ماشو تاغيه وكاركي
sidaasoo kalead rabbi u arkaysaan bay ahayd. aragtidaana waa midda khaaska u ah dadka mu'miniinta ah. gaalada ilaahay baa wuxuu yihi kallaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjubuun, rabbigood waa laga qarinayaa. mu'miniintana waxaa la yidhi wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira, wajiyaal qaarkood way iftiimayaan oo farxad iyo nicmo iyo jannooyin bay ku jiraan. ilaa rabbihaa rabbigeedna naadiratun, mid fiirinayso arkaysa way. isla middaas ahayd baab bay noogu iman doontaa tii ilaahay lagu suutaa xadiidku ku fasiray sugnaa liladiina axsanuu alxusnaa wa ziyaada, liladiina axsanuu, kuwa adduunka iimaanka iyo camalka saalixa ku sameeyey waxay leeyihiin oo u sugnaatay alxusnaa janno iyo wa ziyaadatun janno wax ka dheer ka badan. waxaa jannada dheer ee ka badan nabigaa fasiray sal allahu calayh wasalam oo yidhi inay wejiga rabbigood arkaan subxaanahu wa tacaala. baab bay noogu iman doontaa markii qiyaamada iyo bacthiga iyo kadib laga hadlayo, abwaabtaasay noogu iman doontaa mu'miniintu rabbigood inay arkayaan. marka aragtidiibuu nabigu tilmaamayay isma ciriiriyeysaan, innakum tanduruuna ilaa rabbikum, waad fiirinaysaan. kamaa tanduruuna, saad u fiirisaan, ila alqamari dayaxa, leylata albadri, habeenka tamaamka ee 14 jooga, oo iskuma ciriiriyeysaan qofnana kama qarsoomaysa aragtidiisu, marba haddaad ahlul iimaan iyo ahlul janna tahay. faqaala lahu rajulun, nin baa ku yidhi oo fii majlisihi, golihiisii cashirka uu ka bixinayay joogay, yaa abaa khaalidin, abu khaalid waa kunyada yaziid ibnu haaruun, maa macnaa hada alxadiid, xadiidkan macnihiisu muxuu yahay, rabbi baad arkaysaan maxaa laga wadaa. faqadiba, waa carooday, waxarida, waa xanaaqay, caro iyo xanaaq soo laba erayo isku macnaa maaha, qadiba iyo xarida isku macno waay. waqaala, wuxuu yidhi maa ashbahaka, adi maxaa ku ekaysiiyey bisabiiqin, ninkii sabiiq ibni casal la dhihi jiray oo kaleeta yahida alla u ekida ninkii sabiiq ibni casal ahaa. wa axwajaka, maxaa kuu baahiyey ilaa mili maa fucila bihi, wixii lagu sameeyey oo kaleeto, sidii loo edbiyey oo kaleetana kugu habboonaa u baahi badaa u baahan tahay. anigu dhaqankaagu waa dhaqankii sabiiq, waxaadna u baahan tahay sidii sabiiq la sameeyey loo edbiyey oo kaleetaad u baahan tahay. weylaka, inkaar kugu dhacdaye, waman yadri, yaa garan kara, kayfa haadaa, taasi siday tahay, qaabka iyo kayfiyada yaa garan kara, waman yajuuzu lahu, yay u bannaan tahay, an yujaawiza, inuu gudbo, haada alqawla, hadalkan xadiidka, alladii jaa bihi alxadiid, xadiidku la yimid, inta xadiidku sheegay ka badan yaa sii dhexgeli kara oo garan kara waa cilmu lgaybe, aw yatakallamu fiihi, ku hadli kara bishain, wax min tilqaa'i nafsihi, isaga ka soo baxay oo ay la tahay oo caqligiisi yani saas ay la tahay, yaa ku cabiri kara meel cilmi lgayb oo ilaahay ku saabsan aayadii xadiidna aanay u sheegin, ilaa man safiha nafsah, min naftiisa ku tala xumaaday oo tala xun iyo meel xun ka tuuray maahane, wastakhafa, fududaystay, bidiinihi, diintiisa aan u aaba yeelin oo diintiisi iyo wuxuu rumaysnaa iyo wax caqiide rabbigii ku saabsan oosan sal u haynin iska dhexdabaashay oo diintiisu la fududaatay maahane. idaa samictum alxadiida, xadiid haddaad maqashaan, can rasuulillaahi sal alla slam, nabiga ilaahay laga wariyey, fatabicuuhu, raaca, walaa tabtadicuu fiihi, bidcaha la imanina oo maxay ku dhacday iyo kan maxay u tahay iyo, fa innakum idinku in ittabactumuuhu haddaad raacdaan, walam tumaaruu fiihi, aydan ka murmin, salimtum, waad badbaadaysaan, wain lam tafcaluu, saa haddaydaan yeelinood muran iyo diiddo keentaanna, halagtum, waad halaagsamaysaan. marba haddii ilaahay yidhaahdo ama nabiguru yidhi ay ka sugnaato sal alla calayhi wasalam inaad tiraahdo way, waan aqbalay, ilaahay baa saayna baray, innamaa kaana qawla almu'miniina idaa ducuu ila allaahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa wa acnaa, waan maqalay, waanan aqbalay. saasaa mu'minka lagu yaqaanaa.
مؤلف كحلي وقصة صبيغ صبيغ سدي سوحي هيد الذي صبيغ أصو قال يزيد بن هارون وكير لند السعيد قفك وعويدي ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به قصديس هي ما رواه يحيى بن سعيد توريه ويحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن صبيغ التميم نك اللي يراهدو يا أتاي من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بوجمد رضي الله عنه وأرضاه عمر بوجمد فقال حريا أمير المؤمنين أمير المؤمنين هو أخبرني يورا محيطي معناها عن والذاريات ذروة محالة قوضا قال وحول هي الرياح الدبايلها وي ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أنا نهاية من مقلي رسول كلاهي يقول لنا ما قلت لكم أدهن قال وحول كعلي فأخبرني عن فالحاملات وقرني يورا ربو جمرك محالة قوضا أيضا قال وحول هي الصحابة وضرورة حمبارسا ربك علوس ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أنا ما قال رسول كإلهي يقول له ما قلت لكم أدهن قال حولي فأخبرني قورا فالمقسمات أمرنا وأن السؤال قد قد إيه انتهر عمر عادي السؤال ويدين قال حولي الملائكة وي ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت لكم أدهن قال فأخبرني فالجاريات يسرنا قال حولي هي الصفون والدومة ولو أن سمعت رسول الله يقوله ما قلت لكم أدهن قال وحير راوي سعيد بن المسيب ثم أمر به وحا أمر وعرك إن كان إن السؤال عادي هين مرن إيه ور إيه هذا الأور هذين إيه ثم أمر به وأمر فضرب وحال قراء مئة صوت سقال شابوك بقول شابوك بالغرفتي ثم جعله وحوجري في بيت قريب وكحري انتو كسو حتى اذا بريء مركو بوكسدي دعا به واوي لي كور قبولي هل دويه وحنا بردي كو دعاي مركو بوكسدي ولي كان ثم ضربه وحوجرا 100 صوت بقول جيدله اخرى كره بقول شابو كلو كدفتي ثم حمله وحو ساري على قطاب اور هيري اور يرو هيري سارنتهي بكر كساري وكتب وحو قري الى ابي موسى الاشعري لن عن بصره هيده ووالك اهابو نكي بو كدري عيدن ميشي سي بو كيميد بصره لو عليو يري ابو موسى الاشعري ورقد بو ديره وحو كو يري ان حرم عليه وحات كم ممنوعدا مجالسه الناس ددكن ولا فريست قف لا فريسن كار ما جيرو نكاس قف نبا لا ما فريسن كار فلم يزل كذلك سدا مونا كب كزورين وسدا كما اسكما بدلين حتى اتى اله ويمد ما شو فريستبا ولا كلا دريري هدو غوب لا فدي سو فريستو ولا كلا دريري وركيبا يمد بالا دي هدو قف لا سو استاغو انا قونين قال يا كلا دي ورا نيكا شكدا لا ودا بقلي ورا نيكا كلا سو استاغاي واكي وكا دقاق ان الله لا حد لا اسكو غناخنا قصد التبوك به الرئيسيو فعلى الثلاثة الذين خلفوا تصدح لي عذر دار الآن هذي نبي قوا كيري للما هذا اللي كره كنتن مع المدمية هيد بان قف حتى السلام عليكم هذا عليكم السلام قف حتى وعليكم السلام لهوس بولا هيسو سيش شيدي أن لو جوابين حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بكر على مرك مرك الرواية وحيدة نين كاني فحالفوا حكومة أرتي بالأيمان دار المغلظه لاتكي ما يجد انه سنهرين في نفسه نفتيسه مما كان يجد وحيوري جيره شان وحبا سؤاله ugu soo dhici jiray ugu wareegi jiray weygaba guureen buri su'aal dambe oo aan qabo oo ugu soo dhacda ma jiray cuna qabtaynta la iga qaado fakataba ila umar abu qara yukhbiruhu uu sheegay warriki umar uu saasu leeyahay maxaan sameeyaa buu yiri laan amar kor ka soo baxay wareegta koro amirul mu'minin يا لقاك ممنوع إن لا فريستة مبوس الأشعري وقدوميها قديعان كها ما تشبين كرو دبوا عتصلا وحوري نكى محنكوسة مايا فكتب إليه عمر بوس وقري ما يخاله أم لين مايو إلا قد صدق رنتي نيتها أنت عكفلا إن ردي تان أم لين ياي خلي سودا ولي بينه ويسقي وبينه مجالسة الناس دتك إذا لا فريستة هذا فصح بولي رقمتي حيرادك قط
qisada sabiq way sugan tahay asalkeedu, laakiin riwaayada inay sidan u dhacday ah riwaayadani ma sugna. Qisadan tafaasiisheedana دار قطننا في كتاب الأفراد بكوري ومطبوعة خطيب البغدادنا في الأسماء المبهمة بزارنا في مسنده من عساكر في تاريخ دمشق سنة كيدو مصر نو لبنان ونسلام باكلا ورنية إن سعيد بن سلام العطار ليرادو نيا أبو بكر بن أبي صبرة ليرادو لوضع بنا التهم لقى قبي إن يبين تصميان مركا وركن أصل كقصة دو إنه سوكان تايو أوتكي دو أنا سيابا كالي لكن إنتان إنه سيدان تفافاهين تانو دعالي ما سوكنا وروح حماد بن زيد ما وريي عن قطن بن كعب سمعت رجولا بان مقاله من بني عجل كمذا يقال له فلان ليره هذا فلان كي وحلو وجه ذا بخالد بن زرعة يحدث عن أبيه كشيغة يقال إنه يري رأيته وحاركي صبيغ ابن عاس إسلم بعاركي بالبصرة تبان كوارك كأنه يسوق ودمود بعير النيف غيره أجرب وكان قبا نيف كجيلة هدو عذر كان وكان كأكون دعائي والسكع عيريا جيل والغا سارة غيره كتر مرد أحبا والسكع عيريا ملها السوريقة جيل شورنا بالغ عيريا يجيو وحو إيمان أيا إلى الحلاق حلق ظل فرديو إيمان فكلما جلس مركو فريست إلى قوم دل لا يعرفون وان قرنين ناداهم محاود واقع أهل الحلقة الأخرى حلقة ذك لذتك فرية عزمة أمير المؤمنين أمرك ومدى مسلمين تا أمير المؤمنين أمري وينك أنا لا فريسا ومن غك عمس وانك هاك أنا وماشى لها صدرت توالا عيرين توالا قصو عيرين توالا عيرين قال كان قبول أما فرق قبه oo geel u soo galaba laga cayrinaya banaanka loo saarayo weeye la iska karantiirayo iyadana riwaadadu waa thiqaad marka laga reebo ninka reeb bani ajliya Khalid ibn Zur'a ama Fulan ibn Zur'a ama qolaba magac ay ku sheegan oo aan la garanayn dirti ma ahane tariiqa Ahmad ibn Zayd ana waxa wariyay Abu al-Qasim al-Lalakai fi al-i'tiqad bukuri waruu Ahmad ibn Zayd aydan wuxuu wariyay an Yazid ibn Hazim an Sulaiman ibn Yassar سلام يسار وفقهاء السبعة في المدينة بو كمذا عرق تابعين تها أن رجلا ومن بني تميم كمذا يقال له صبيغ ليراهد يقدم المدينة مدينة رسول الله يمت فكانت عنده وحوها يستي كتب كتب وتي فجعل وحوب اللعبي يسأل إنو ويديو عن متشابه القرآن قرآن كمالها مقدغة معنوه ذو كترون تتكو وذا قرنكر إنو الرهاديو فبلغ ذلك وركاسا وحو غاري عمر عمر بو غاري فبعث اليه وسو عدرو وكسو قسو قسو خيري وقد عد له وحو ديار سدي عراجين النخل الحاب دنغدو تبر رضا لاما هودوس اول كسميست بحال دغدا كسميست بو ديار سدو هلكان سي دغتي عمر نيكو واخا غران واي وا غرا جيري فلما دخل عليه مركو لو سو فريست فلما دخل عليه مركو وسو غالي جلس وهو فريستي فقال عمر باوحول من أنت يا تهيبور قال حول أنا عبد الله يدونك إله الصبيغ بان هيبور قال حول أنا أنيقنا عبد الله يدونك إله عمر أنا ثم أهوى إليه وحوق عن قاضي فجعل وحوق ذكر يضربه نكوك راعيه بتلك العراجين لامه أوله تمرتها جيت كده وكوك راعي فما زال يضربه إنه راعي مدين حتى شجه إلى ملحق دخري فجعل الصدم دي جيبا بالله يسيرون كصوداته على وجهي دي جي مدحك صوداتي بوجهي كصوداتي فقال انك الصبيغة وحيري حسبك حسبك بس يا أمير المؤمنين فقد والله ما كنت أرتيه ذهب وابتغي الذي كي كنت أجد أن هلتري في رأسي مدحك بل هذه وسواس كي مدحك سؤالي بسوء نعجتري وحبا كبه وبي يقداولي وش شيطان كي ميشف لي شيطان كي دي عمر جدكو صمر ومركو كسو عادو وكل حجر وجد كانوا قادي شري وشي سمر كي يكون على بالك ميشن فردية وكل بسؤالة سلانة ده تانا محي تهي لها بعر فأقها كده متكنا روادي صورنا لما انثقات وهي يزيد بن حازم أما زيد بن حازم أما يزيد بن أبي حازم رواياتكو انت بوايرة هذين أجر في الشريعة ابن بطة في الإبانة لا لكاي في الاعتقاد باطرق بدن كوريي لكن سليمان بن يسار عمر دعدي سي مسو غارين لكن دعوه دعده مشهوره ومدينه دن لغا يقين بي اهيت
waxaa qasadan dariiqeeda ugu saxiixsani waa dariiqa uu wariyey ajuriya laalakaay min ariiqayni can bakij ibraahim ibn ibraahim can aljacayd ibn cabdiraxmaan can yasiid ibni khusayfata can isaa'ib ibni yasiid can cumara isaa'ib ibni yasiidna sigaaru saxaabu ahaa goobtana uu joogay markay wax dhacayeen. Marka turuq kaloo fara badanna way leedahay oo midka kale waliid ibni muslim can ilawzaaci can izuhri can anas ibni malik saxaabigiiha can cumara oo isna qasada joogay turuq badan oo asaxday bay leedahay. Ninkaasi waxaa loo garaacay su-aalahan edab darada ah ee dadka uu la dhex ordayo oo dadka shakiga ku gelinayo baa loo garaacay. Marka yasiid ibni haruun ninkii su-aasha weydiiyey wuxuu ku leeyahay dhaqankaagu dhaqankii sabiiq ibni cislin weeye, sidii sabiiq ibni casir loo garaacay kadibna loo karantiilay oo kalaad mudan tahay in lagugu sameeyo. Qaal akhbarna abu cabdiraxmaan maxamed ibni xuseyn ibni muusa sulami abu cabdiraxmaan isulami waa ninkii طabaqaatu suufiya iyo lahaa. Qaal akhbarna maxamed ibnu maxmuud اlfaqiih اlmarwazi qaal xadana maxamed ibn cubayr اlraazi qaal xadana abu zakariya yaxya bni ayuub اlcallaafi tujibi bimisra buu noogu sheegay. Qaal xadana yuunis bni cabdilaclى qaal xadaa ashab bni cabdilcaziiz oo raggii asxaabu imaamu malik iyo ardadiisi ee riwaayaadka xadiidka iyo fiqhiga ka wariyaha. Qaala wuxuu yidhi ninkaa samictu waxaan maqlay malikabna anasin yaquulu leh iyaakum iska ilaaliya iyo walbidaca bidcooyinka iska ilaaliya. Qiila waxaa ihi ya abaa cabdillaahi abuu cabdillaahi wabidacu bidacu maxay tahay? Qaala wuxuu ihi ahlulbidaci ahlulbidacu alladiina waa kuwa yatakallamuuna ka hadla fii asmaai illaahi asmaadii ilaahay iyo wasifaatihi tilmaamihiis iyo wa kalaamihi hadalkiis iyo wa cilmihi cilmigiis iyo wa qudratihi ka hadla laa yaskutuuna ma aamusaan camaa sakata canhu saxaabatu saxaabadu wixii ay ka aamuseen iyo wataabicuuna ka aamuseen kama aamusaan. Kana rijaaluhu thiqaatun weeye ilaa maa qiila fii abi cabdiraxmaan isulami oo laysku khilaafay ay tawthiiqiyeen abu cabdillaahi alxaakim iyo raggii la midka ahaa ee soo gaaray nin la yihahdo maxamed ibn yuusuf alqataana laga wariyey inuu waxoogay duray, laakiin nin aimada zuhdigu ahaayo hadduu ahaataa ismootiis ka dhaco nin bee aanu qasdin uusan hayn maan rajaynayna. قال أخبرنا أبو عبد الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول سؤاله لأن يلقى الله إلهي إن لك المأ العبد أدونك فعلك بأ العبد لأن يلقى العبد الله وي أدونك ربك إن آخر لكم بكل ذنب ذنبك استما آخر الشرك وحي عن قال نماهين dembdurubtan kale macaasidee la sameeyo tuuga dheh khiyaana dheh riba dheh zira dheh khamri dheh dunuubtaasaa laga hadlayaa gaalnimada ka sokaysa. laan yalqa alcabdu adoonku inuu la kulmo allaha rabbigiis allihiisa bikulli dambin dambi kasta maa khala shirka waxaan gaalnimo ahayn yaa xabu ilaya aan ka jeclahay min an yalqaahu inuu la kulmo bishayin wax uun haba yaraadee oo min alahdwaai bidcooyinka ah in yar oo bidcah inuu rabbigii kula kulmo baa ka xun inaad dunuub kaloon gaalnimo ahayn aad rabbi kula kulanto. Sanadkiisuna waa saxiix, waxaana riwaadana waa thiqaad. Sidoo kale ibnu abi xaatim baa fii manaaqib ishaaficiyi wa aadaabihi ku wariyey can min ariiqi rabiic. Waxaa kaloo sidoo wariyey abu nucaym alasfahaani alxilya xilyat lawliyaa. Qaala akhbarina abu taahir maxamed ibn alfadl qaala xadana abu camrin alxiiri قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قبيصة وقبيصة بن عقبة سفيان بن سفيان بن سعيد الثوري عن جعفر بن برقان قال وحولي سأل رجل نبا ويدي عمر بن عبد العزيز عن شيء وح من الأهواء بدع عن دت كل ما دينا فقال وحولي إلزم وحد لازم تاود كلكتا دين الصبي المها يركا دينتو هايستيفي الكتاب دكسي كتشره walacraabiyi qofka baadiyaha iska jooga ee waxaan muranka iyo kalaamkan uusan gelin walha mashquul amaa siwaa daalika intaa wixii ka soo haray. Xadiidkan ariiqan aharka waa xasan ibni sacdna fi طabaqaat buu ku wariyey oo wuxuu ihi xadaثnaa qabiisata bni cuqba can sufyaana can jacfar ibni burqaan. Wuxuu ka hadlayaa diin الsabiyi iyo alacraabiyi waxay la mid tahay ereyga rag badan ay dhihi jireen عليكم بدين العجائز عليكم بدين العجائز هوينكا وايلكا ان وحبا برانن قبصده دينتوده
هذا الكاو حويمد مركي دار الحكمة مأمون السمية الفلسفة دي غريقة الرجل هرعي قرآن أما كسو تشيدي نمكن لديه سري أفلاطونية واقع هرعي غريقو ودمدن يورو حرونتا وحبرشادا إيا أقوانتا إيا علمي غي هانشرتي أو كتبتا حدقوا على إسانيس عربي الإغريق يو غوين الآخرية هاي إغريقو وغريقا غريقو الدولة وين بوهاية يورو تاوو وينو إلا وحوها استجار مالك إلا ودمدا بري ولذلك ودمدا صوتا غريق بالده شري ساقا حكومي شري ما كان مقشان تاريخ دا رقي فلسفة ووناية أفلاطون يا رقا لامدا أفلاطون ديغان كيسي قومية ديسو قل يادن مقدونيين تيهان من مسادونيا اللي راهده سو جوغوزلافيا كتر سنان شري مركي بوزنيا اللينا يينا إيغا غاروغا إيغا إيو قولي اللي رادو جمهورية الجبل الأسود أما مونتينغرو اللي راهديو سربيا إيو أفغانستان يوغوزلافيا بوزني هرسكي با يوغوزلافيا اسكو عان شري انتا صور أمبا نمان كيوا وينا أفلاطون إيو أرسطو إيو أرسطاطاليس إيو رقا فلسفة دي لغدا حالي با عربي اللو ترجمي حلقي مأمون دارو الحكمان اللو بحي راد بادن دي وحا قري وعلم نوصو فكريا علم الدين هي عقيده هي اله هي اون هي اخر لغا هادليو لغا دوديو نبي الله سو ديري هي كتاب لا سو دجين ان كوسلسنين ادي مخاي كولا تاه عقل هي دود لا دوديو اني اون كان ساسان املين ما اسك تاغنان كرا وخا ساكي كرا كانا دحي كرا او وملهي كسو بلاوت العقل الاولي وحبها لميدك فرح بدن مصطلحاتك قواعدك علمي هانا علم المنطقة وهي علم الكلام مركل اللي يراهذنا وقيبتي سكها ضشة إلهياتك إلهي آخرائي ملائكي الدون أبور الرومين بوحلوغها الله يدو كتاب إلهي سودتي ينبي وصدر من العسكرين طالعا إنه ولو عقلي أقام مامي وأن كدونا محن عكرا محن عكرين وحبا مسلمين تقوف عفاي ومقالوا ينكي قالي وضب ذا اللوميو اللوميو كاسا waxaa laga murmay ilaahay jiritaankiisa iyo sifaadkiisa iyo asmaadiisa umman baa lumay waa waxay dabada la gashay jahmiyada iyo tacatiilka iyo qadariyada iyo ilaahay waxa uu sii qadaray waxa laga hadlo cilmiga ilaahay intee uu dhayay ogaashiisa intee laga hadlay ilaahay laftiisu saa waa kan kara nimanka waxay ka hadlayeen cidda waxan abuurtay ee waxa la abuuray kan mid baa abuuray kan mid baa abuuray waan leh la mid ugu doho dambe horeeyay oo wax abuuray jirin kaasi magacay yeelan kara saw ekaan kara awoodiisu maxay noqon kartaa sidaa cilmigiisu maxuu noqon kara waligi ma jiri kara isagii haduu ka taday haduu ka tago meeshii ya bedeli kara say su qabsan kara waxaas laga hadlay bini aadam oo quraan kitaab ilaahay wax hagaayay jirin diin nabi laga dhaxlo tilmaamaysi wax hagaayay jirin wixii baa muslimiinta dhex galay بطاسا مغالا دي تمد سكولا دي مدارس تا لغو آخريي رق بدن او واحد نحق علي ورق اعلامتا وحكا قري مركي واييلين انيوال بقوغوشا كو عروسا دي احلقي دردارك يسكرات كو دقاري بحلقا هيا حلقي حلقيا ليتني على دين العجائز الله محان سيدوس حيسا واي داتكا باديها جوغا وحان ماخر السنن ويا الشهاتين الهي بير رميين إلهي نو جير الرومين تير روميان شكي وغا مجيرو نبيغي سرا شكي وغا مجيرو إلهي نو وحو البقدر شكي وغا مجيرو وحو البروغي شكي وغا مجيرو مران كما قبان أمر كيس إلهي قاطع مران كايا دوداسي مقارن داد إلهي نير رومي نبيغي سرا رومي آخران رومي دين تا إلهي نقاطع كون أرد إمان أهدي اللي راد بيني أن يرينين مجيرنا عينا كنا دعينين ونود انت كود انت سيدانا دياروه ايمانك سيدان سهن شكك ايه شبهده ايه مرنك ايه بوق ايه هذا الكه قريبا لوغة جيدا المها يركاه فطرة الله التي فطر الناس عليها وي الهي باكو عبوري الهي باكو رميسين يهي الممسلنا ومسلم كود حدا شيء ودوكتك يسا قرآن كهدكتا ومرنك ايه حقشده ايه شبهده يوحى انقالين في قلب النظيفة بو ربك يكون رميسين يهي مرك قلب النظيفة ربك يكون رميه سيد المها يرى فطرة كسوغن انتو الرميسية هينا هو
ninkaa baadiyaha iska jooga rabbigiina rumaysan diintiisa iimaankiisana huba. Ragodayaaloo ba nin baa la weydiiyey reer baadiyaha ilaahay inuu jira maxaad ku garataa? Wuxuu yidhi raad markaan arko qof inuu meesha maray baan garan, saalo geel markaan arkana inuu geel meesha ku saalooday oo geel joogay baan garan. War cirka intaa la-eg iyo dhulka intaa la-eg in rabbi abuuray uu jiray seenu garan waayo. Ninka halkaasay ugu xidhanta muran kale ma yaqaan. Adeer hadda adugu wax kale deedeeyeyso anu diin aan hubaan haystaaye, adu hadduu shaki kaaga jiro oo diintaadi kaa luntay, adeerow orod oo daydayo. Lidaalika culimmada dadkii muranku galay nin baa wuxuu yidhi kun daliil oo ilaahay inuu jiro caddaynaysaan hayaa buu yidhi. Wax weyn inuu ka dhigu rabay nin garanaya wuxuu ka wado yaa wuxuu yidhi dhegayso kun shaki baa ku galay, markaasaad kun daliil u baahatay, kun kaagana uma baahnin. Hadda adiga diintaadi kaa luntay annaga nagama lumine, orod meelahay kaaga luntay ka daydee buu yidhi. Kunka waxaad u uruurinaysay kun shaki oo ku galay baad ka jawaabaysay, war annaga hal shakira naguma jira oratag. Marka saasaa looga jeedaa ilzam ku dheg buuri diina sabiy ilmaha yarkaa diintiisa filkutaabi dugsiga ku jira oo fitradii ilaahay ku abuureen nadiif tahayda oo shubhadii iyo hadalkii iyo shakigan aan cidi ku beerin, iyo wal acraabiya ninka baadiyaha jooga oo intuu rabbigii iyo rasuulkiisa rumeeyey diintiisana rumaysan, magaaladan iyo buuqan iyo hadalkan iyo shakiganna uusan gaadhin, qalbigaa nadiiftaa rabbigii ku rumaysan ku dheg, walha ka mashquul camaa siwaa daalik, waxaa intaan ahayn iyo su-aalahan iyo hadalkan iyo waxaan ad raadinayso dab badn bay ku sii gelina isaga fogow. Waayo meel muran lagu hayo haddaad dhegdhegayso wuxun baa ku geli. Nabiguna aakhiruzamaanka usoo nagama digan dajaal oo sheeganaya ilaah inuu yahay, dad baan dhihi doona maanu dhumin karaa, ii kaadi anaa u tegi, wuu u tegi wax balaayaa la tusi, wuu rumayn oo wuu raacay. Meela beladu ka jirtaba ka fogowba meesha fitanku ka jirta isagaa tag. Walidaalika fitanka aakhiruzamaanka markay bataan nabigu muxuu sheegay, waxaa iman doonta khayru maali lmuslimi inuu yahay ghanaman yatbacuhu fii shacafi ljibaali, arx xanyar oo arya oo buur daladeed baadiya uu ku dhaqanayo, yafiru bidiinihi min alfitan, diintiisa iyo iimaankiisana fitanka iyo buuqa iyo shubahaadku kala cararay, baakhiru zamaanka qofka muslimka xoolihiisa u khayr badnaan doonta. Marka dadkaa sidoodoo kale diintooda u badbaaday tag buu yidhi. Qaal akhbarna abu cabdillahi alxaafid waxaakimi qaal xadatana maxamed ibnu yaziid qaal samicta yaxya albazaar yaquul samictu alcabaas ibna xamzata yaquul samictu axmed ibni abi alxawaari yaquul samictu sufyaan bna cuyeynata waa sheekhu shaafici fi lfiqhi waalxadiid yaquul isagoo leh kullu maa wasafa allaahu bihi, wax kasta uu ilaahay ku tilmaamay nafsahu naftiisa fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku tilmaamay oo isku sheegay, faqtafsiiruhu tafsiirkiisu tilaawatu inaad akhrida weeye, carabinimadeedaasay ku caddahay. Dad carabu la hadlayaa, in luqad kale erega in loogu turjumaa ma hadlayo. Wuxuu yidhi ninka carabiga yaqaana waa luqad cad carabiya, bilisaani carabiyin mubiinin oo caddaynaya wax walba. Marka waxaa looga jeedaayo kan waxaa laga wadaa uma baahna, fa tafsiiruhu tilaawatu inaad akhrida weeye iyo wasukuuti la aamusa canhu isaga, wixii intaa cad ka badanna raadraadinteedaad ka aamusta wey. Sidoo kale Bayhaqi baa fil asmaai wasifaati ku wariyey can abi cabdillaahi alxaafid sheekhi alxaakim sanadkiisuna saxiix wey, filictiqaadda baa ku wariyey xaafidna wuxuu leeyahay fi fatx albaari sanadkiisu saxiix wey. Qaal akhbarna abu lxasan alkhafaaf qaal xadana abu lcabaas maxamed bn isxaaq asaraaj qaal xadana ismaaciil bn abi lxaarith qaal xadathana alhaythamu bnu kharija qaal samictu alwaliid bna muslim qaala yidhi سألت وحان ويدي ألا وزاعي إمام أهل الحديث والفقه في الشام وسفيان سفيان الثوري ومالك ابن أنس عن هذه الحديث حديثنا ويدي في الصفات كتبت الماما إلهي يا والرؤية رؤية إلهي عركتية العركدون فقالوا وحير هذين أمرها مريء وأوضا كما جاءت سي كتبت بلا كيف إذن كون قاب ويلين ساسا يؤك تهي ساسا ويهي إذن كون لهن سيدا ذا أقاتوك وأقبلا سنة كستنا هو صحيح أجري بيهقي غير كود ويوري في استفادي هي إيه نكري بيهق سيدا في السنة الكبرى حديثك واكو لنا قصة أثر واكو لنا. قال الإمام الزهري وحجري إمام الأئمة أي ماذا إمام كوديها في عصره وقت جيسي وعين علماء الأمة ishi culammada ummaddana ahaa fii waqtigi xilligiisii cala allaahi ilaahay waxaa lagu leeyahay albayaani inuu caddeeyo wa cala arasuuli rasuulkana waxaa lagu leeyahay
البلاغو إنو سو قارسيو وعلينا إنغنا وحالين وليهي التسليم إنان هقان سنة ونقبله إنتاس إنغا لينا قربا وانا نصومرني هربان كصومرني إلي سوغنته وعن بعض السلف سلف كورا قاركوت وابو جعفر الطحاوي نك عقيدة الطحاوية متنك قري أبو جعفر الطحاوي وانا عقيدة الطحاوية متنك أريكو قرموي أقدم الإسلام إسلام كقمد يسير لويسو لا يثبت مصغنا إلا على قنطرة التسليم قنطرة وحالة هذا بوندة بوندة إن لو مروا لولي استاغو إن هذا هو قانسنتي رواية لفظها كقرن إلا على ظهر التسليم على ظهر التسليم أريد بعض السلف ويري أبو جعفر الطحاوي أبو جعفر الطحاوي وإن ماذا حديثك يفقه قرنه سدحات بوها قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام ابن خزيمة هاوي قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبي أبيه عبد الله عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين دينة بدأ وحب اللوضي غريبا إساقون أدلو أقونينو ضد ير يحيستانو للوضي يا بيه غريب وحال إلى هذا قفك أن لا أقون إدت كيمت قفان لا أقول إن استقان نمر كل نحي ماده والله فير فيرن يا قرنية نين كان كم وها والإسكاوي دين أذيكم مال هذا تيم هذا غريب كنت هاي إذا نقولنا أذيك عدد كي ورايسن كان يوها ماشان محي هاي تن محي هاي إسلام هو حوجي مت مركي هرب الله وضي السقون دتكو أقول إن تعليم تيسة أحكام تيسة وحلو جوي لي دتك دين إسلام لي هذا محي هاي محوجري محل الشيغي ضد يرنا رميسيهن وسيعود وحوكو نقندونا غريبا بو نقندونا كما بدأ سوك الصعب باللوضي فطوبة وحاقيدة كان إسكاله يأبالك كان للغرباي ضدك حلقة وغريب كيهان نواقون هايستيه كردقان كواسا كان إسكاله قيل وحال يا رسول الله يو ومن الغرباو كوا غرابة وعيو قالوا حال الذين يحيون كوا النولاية سنة سنة إذا من بعد كذا شيء ويعلمونها برة عباد الله يدوم ذي لهنا برة حديث كني ما صغنا كثير من عبد الله من عمرو بن عوف أووي وعمرو بن عوف هو صحابي لكن كثير كان لفتيسو نوح لغو درتا ونوح لغو درس هذا محلقة دقيستا معها وعدتك لغوها إستو شيخو وددك لو هايست حديث معمل كي بين أبورك إني سميان حديث بين أبور رجع سمين شريوي حديث كقيب تهرة إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباي انت سوي سغنته وحيكون سغنته من حديث ابن عمر يا غير كيبة من حديث أبي هريرة له عند مسلم في صحيحه تفسير كغربده رواية ويسوع رورته ما سقنا روايات كتفسير كغربده صفات كوده سيغ الشيغ يانا أصل كوا ضعيف كوا سنة إذا نولينا تفاصيل تكلم طرق ذو قبضنا يا حديث كاني كتب علماء ذو كقرين كتب تاع العزل اللي يرى هذه وحوفة فحصنا كتاب كقري وسد أحد الجزء مسألة ذاك قرية سد أحد الجزء أوليه سلمان بن فهد العودة سلسلة الغرباء الغرباء الأولون صفة الغرباء وسائل دفع الغربة سد أحد الساب سد أحد جزء وانتهى مطبوعة وهي وحبذا بعد كفى جزء كلا بعد مرك صفة الغرباء بعد وتك حديث تساقص أرورتيه لأن طرق هذه أحكام هذه ما لها الغوري قال أخبرنا عبد الله الحافظ قال سمعت أبو الحسن الكارزي قال يقول سورة سمعت علي بن عبد العزيز وبغوي يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام سمعت أبا عبيد من القاسم بن سلام القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة سنة قف كالراعي كل جاي كالقابض قف كل جنبه لمديه على الجمر لحل دبا من بل دبا قف كل جنب وهو يسوى اليوم عند ما أنت عندي أكتيدة أفضل كفض لبدن من ضرب السيف سيف اللغو قراعه في سبيل الله
in jihaad la galo oo seef la qaato sunnadoo lagu dhego baa ka fadli badan buu agtayda. Sanadku waa saxiix. Wuxuu ka hadlayaa waqtigaa sunnadii baa qariib noqotay, raggii soo gaadhay buu ahaa fitnadii Ma'muun iyo nimankii Jahmiyada iyo Mu'tazilada ahaa ee qur-aanku waa makhluuq dowladda ay qabsadeen, ee aakhirkii Imaamu Axmed iyo la garaaci jiray fitankaa soo baxay raggii a'immada ahaa ee soo gaadhay buu ka mid ahaa. Saas darteed dadkii waa la dhibay. Marka xilligaasoo kale sunnada in la haystaay waxaan la mid tahay sunnadu waa Islaamka saxda ah ee saafida ah oon laga tegin kitaabkii iyo sunnadii, oo sidii Ilaahay isku tilmaamay oo isku sheegay la aqbalo, oon Rabbi subxaana wa tacaala muran la gelinin buu ka hadlaya. Warawal acmasho an abi duxaa wuxuu ka wariyey an masruuqin qaala, wuxuu ihi dakhalnaa waxaan soo galnay calaa cabdillaahi ibni mascuudin faqaala, wuxuu ihi ya ayuha annaasu dadyo, man calima shay-an shay un qofkii yaqaana falyaqul bihi, ha yiraahdo ha u sheega dadka, waman lam yaclam qofkaan aqooninayn garanayna falyaqul, ha yiraahdo allaahu aclam, ilaahay baa garanaya anu ma garanayo. Fa ina min alcilmi, cilmiga waxaa ka mid ah an yaquula qofku inuu yiraahdo limaa laa yaclam, wuxuusan garanaynin markii la weydiiyo, allaahu aclam. Qaala allahu caza wajal linabi sal slam, qul waxaad tidhaahdaa maa as'alukum, idin weydiisan maayo calayhi gaadhsiinta diintan iyo qur-aankan min ajrin, abaal idinku weydiisan maayo, wamaa ana miihi aniguna min almutakallifiina, kuwa isku dhiba wax ayna garanaynin oo iska raadraadiya oo madaxa isku xanuujiya miihi. Atharkan Imaam Albukhaari baa fii saxiixihi ku wariyey can Qutaybata bni Saciidin can Jariir bni cabdilxamiid Dabbi can Alacmash can abi duxa can masruuqin ila aakhiri, waa fii saxiix Albukhaari. Qaala akhbarna abu cabdillahi alxaafid qaala xadana abu lcabaas almacqili qaala xadana axmed bni cabdiljabbaar alcutaaridi qaala xadathana abi qaala xadathana cabdiraxmaan aldabbi can alqaasim bni curwa can maxamed bni kacb alquradi qaala, wuxuu ihi dakhaltu waan soo galay calaa cumar bni cabdilcasiis baan u yimid fajacaltu, waxaan guda galay anduru ilayhi, inaan fiirinayo nadaran fiirin shadiidan oo adag, oo markuu khilaafada qabtay kadib. Horey bayna isu yaqiineen oo reer Madiina isla ahaayeen, Madiina markuu joogayna waaliga Madiinu ahaa oo Madiinu madax ka ahaa, meel yaroo kooban bay ahayd. Cumar bin cabdilcasiisnana dadkii culammadii fuqahadii iyo xadiidku ahaa. Madiina markuu xilkeeda qabanayay waxaa lagu tirin jiray dadka ugu aqoonta badan diinta, uguna fiican ku dhaqankeeda. Xilka markuu qabtay marka khilaafada kore, faqaala cumar baa wuxuu yidhi innaka adigu niyahu maxamed ibni kacbow la tanduru ilaya, waxaad ii fiirinaysaa nadaran fiiro, maa kunta aadan ahaan jirin tanduruhu ilaya, mid ii fiiriya aniga waana bilmadiinati madiina anoo jooga. Markaanu Madiina wada joognay xataa aan madaxda idiin ahaa saad ii fiirinaysa imaadan fiirin jirine maxaa jira buri. Faqultu waxaan ihi litacajubi, aad baan kula yaabanah. Faqaala wuxuu ihi wamima tacjabu, maxaad la yaabanta oo maxaad igula yaabtad aragtay. Qaala qultu, waxaa ihi buri limaa xaala, waxaa isbedelay oo min lownika, midabkaagii ah, midabkaagii waa guuray oo wana xala caatoobay min jismika jirkaagiina, waad caatooday buri, caatana waad noqotay, waadna madoobaatay, wanafaa daatay min shacarika timahaagii, timihiina way kaa buubeen. Adigoo wuxuu ka hadlayaa adigoo khaliifadii ah oo meeshii ugu horrey ka sarraysay jooga, beelaha dadka joogana inay dhargaan oo cayilaan oo cadaadaan oo dhalaalaan baa lagu yaqiinay soomaaha, warniyahu timihiina waa kaa buubeen, adigiina waad baaba'day, midabkaagiina waa madoobaato, waa isbedelay, waan kula yaabanahay. Isagiina wuxuu ugu jawaabay, wuxuu yihi haddii aan saxaafar kane qaala, wuxuu yihi kayfa seen noqon lahayd low ra'aytani, haddaad aragto bacda thalaathatin, saddex maalmood kadib fii qabri, haddaad igu timaaday seen noqon lahayd ka war. Wuxuu leeyahay xilkan aan hayo muu ka noolaada weeye hadalkaagu, waxaad iga ba'aysaa, jirkaygan baaba'ay, timahaygan buubay, war ninkii waa rafaaday baad i leedahay, waxaadna hadalkaagu xambaarsan yahay xoolihii oo dhan baaba isaga hoos wada yimaadeen, mu ka yar noolaadoo naftiisa ka nooleeyo.
لكن وحو يري كورن هذا القبر جيجا صدح مال مود كذب انتاد فيدو هذه هو من الله معذرك له حوت الماما يا سو هالكاس وكفكر يا مركو هالكات هجو محاو صهارة يا حير مركا وحوت الماما واحد عدونا مركا سدوا النقض دونا صدح بري كذب بوت المان كبيه وكسيف والحندي سدوا هدية هذا وابنك أهل يا أي والله قرنا يا مركا الأركاء حلو وقد صالت يدو يدار يرتاي حدقة تايا لبادة يدين دودي على وجنة تايا لبادة يدى لبانا يكسو داريرين ووصالة داريرين من خرية لبادة يدى الدلالة سنكنا في فمي أفكايغا سديدا دعان قفد انتميد دعانك وكو داريري كنت من نقول لهيد لي آنيغا أشد دمت كادك نكرة انكرادة هذه قرن هذا هي اللي يابنتهي ما كلاسي يابنان لهي برهادة وحانت اسكديس حديثني إيشك حديثا حديث كنت هذا هيد حدثتني إيه من إيقشاري أنا عبد الله بن عباس حديث كذا عبد الله بن عباس إيقشاري كسرتي يقسو علم وحانت اسكديس والعات وذي تماب وبي وحانت اسكداف قال عبد قلت وحانتي حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحو إيش هذي يرفع الحديث حديث سيسوه كريه لي ويصنع فينايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يرنبي إن لكل شيء وحك استوحوا ليه شرفا شرف يقيم له وأشرف المجالس ما لها الله فارستكن وشرف بذن قبطه وشرف بذن ما استقبل به القبلة كي قبلة اللي يريد سدى الإرادة مجلس الله فارستو وكي قبلة الله لا قابلة وفي عن لا تصلها تكننا خلف النائم قفر دقذاشي ولا محدث مد ويسد وكتشابان طهينا قذاشي لها كنت تكننا والله قيبت واقتلوا الحية أبي صدى إيا والعقرب أنقر الله مدى بقى الله عمد أترى هذا بدلة وإن كنتم أتكوبة جرتان في صلاتكم صلاة دين ولا تسطروا هكود دينا الجذور الجذار هذا بالثياب نر نر كان يداه يده يسجى يده الدربية ذا هو حرنا ومن نظر قفك يعجى في كتاب أخيه ولا لك كتاب كيس بغير إذنه سواء إذا إنه قال عنه فصح كقاضن فإنما ينظر وحفيرنا يا في النار النار بوفيرنا يا ألا ربيكم بيدين شجع بشراركم كويدين كحن حن بيدين شجع قالوا حيرا ذا بلا يا رسول الله نوشك قال حولي الذي وامتك يجرد الشعب وقيد له عبده أدون كيس ويمنع أدي ذا رفده سينتي سيا حريرين تي سيا نعفقه واحتركنا أدي ذا وينزل دقا وحده كله ميل دقا أفلا ونبيكم بدين شعب بشر متكحن من ذلك كاكو وكسي كوا كوكحن قفك التلمان طالعي هوري كوكسيحن بدين شعب الذي وكمتك وي يبغض الناس داتك وعراضي النعا ويبغضون يورا وعراضان النعان قفك ضدك وذا النعب ضدكنا وذا النعب يهيوي أفلا ونبيكم بيدين شيغا بشر النكح من ذلك كاكو كسيح بيدين شيغا الذي وامتك لا يرجاء للرجين إن الخير هو ناقيس أم هو ناك كي ما أدى أن رجل لغا قبل ولا يؤمر أن آمن لغا هين شره نبكيس قفان خيرنا لغا رجين نبكيسنا أن لغا بدبادين من أحب قفك على هذا أن يكون إنون نقضه أقوى الناس قفك الددك وحوك بذن فليتوكل على الله إليها تلصارت ومن أحب قفك يتعلى هذا أن يكون إنون نقضه أغرى الناس ددك قفك وحوظاً صن فليكون هالنقضه بما في يد الله يوحى لك عن تيسى كتر أرزاق ديسا أو ثقو منه مثك غكال صن بما في يد غير يوحى لك عن تيسى كتر وإنتو ضد بري لها ربك يهبر يو ومن أحب أنك يتعلى هذا أن يكون إنون نقضه أكرم الناس ذلك قفك وشرف بذن فليتق الله إليك عصده إن عيسى عليه السلام قام وحيسته في قومه تلكي وفقال وحولي يا بني إسرائيل ربني إسرائيل لا تكلموها كوها لنا بالحكمة حكمة هذا الكواناكسا عند الجهال ددان قرنين هاو شيئين وفتظلموا حكمة وظلمين إيسان ددان قيمه دبا قرنين هذا الشيئك تاي علم يقول لديتي في غير أهل وال وما يجعل المعروفة أحبان كبوذي
أفلا أنبئكم بشر من ذلك قيبا كبدها ويقول يانا كبودي الذي وامتك لا يقيل أن علنين نافين عثرة ترون ترو هذه خلط لقد قالوا عفس ما يقان إقالة العثرات عثرات وقف خلطات كير يركيه وقالوا إقالتنا وقفنا السقع في ذو الديس صدرت لا يقيل أن علنين عفين عثرة ترون ترير وحيره لقد قال عفس ما يقان ولا يقبل ما أقبله معذرة عذر دار هذه اللو عذر دارته رال لهو سيدنا إيغان نقوتين ما أقبله ولا يغفر من أضعف ذنب إذ لقد قالينا ما أضعف قفك أسيس وحو الشرص عدون صومها لا تكلموا بالحكمة أكو هذين عند الجهال وفتظلموها عبد المدان وهمتيون إحسان كلفتي سيها معروف قف عن ذاتك سيها هنا ذات أصميس وحاذون كقادة شاليتو أتي الزهير وليه ترى ومن يجعل المعروفة في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندم معروف قدت كيس عرجه وهم لقوا عاي من أنت لو يماده وأنت وحلق قاته كي حما عن كسر وقاتل ليه زبادرك كي حما وراي محسوا إنه أركي حما وح كسر وقاضن وأنا كقاضن يا وأنا كوع عاي يا صومة ولا تمنعوها هودي ذين حكمة دي أهلها دت كذا أو فتظلموهم يقعد الميدان ولا تظلموا أدوما ذليها الظلمنين ولا تكافي وهو أبا القذين ظالما عذو حد المذي فيبطر أوبره فضلكم فضلقين عند ربكم أوبره حديث كان كحديث أهان مسوح باعي لمن ولي الأمر أرنت ثلاثة سد حوي أمر بيّن أرن عد أمر أرن بيّن أعد يهي رشده هنون كيسو فاتبعوه الراع وأمر أمر بين وعديه غيه بعد النمذيس فاجتنبوه كفق هذا وأمر أر اختلف فيه لسو خلافي فكلوه أتلصارته أدايا إلى الله إلى يدركس هذا هو الحق لنسا قاب صدا أمر بين رشده أو رقي النحو ذاو رشدهم حالو قدي نم بعد نم كوير دالين يرى أن حوا حبك أقول نو عدين هي بدأ معين وكقصة من كان نكو حكا الله يا ما بقارن يا وحير ورني ونك عن ذات كودي استعري حرف كم حد كو قديور تفيري كم هو على يا هي نوم أفكي يا كو قدي كنا حوا يديري كنا نحوا يم حلو قدي ما يقال بركوا ها والله ما دي تيو قمتشي ذا مركي نادي دهدان قلن بالوغو قذي إنا دهدان بيّن باسم فاعل بقى مثل صفة مشبه صفة مشبهة حقيقة ذا والنوع من اسم الفاعل كمذا مركي هذا قصر أثر كان محديد كان مصر قلنا سنة كي سنة وحا غدرا يدبك وبضا وننك اللي يراهدو عبد الرحمن بن قيس عبد الرحمن الضبي عبد الرحمن بن قيس وهي تلك كذابين تهاي بنت السمين شربوها حديث كان يسوى سكة له وقعبا بإمام أبو داود في سننه كوريي سنة كنت سكة واثقات لكن وحان لا أقول إنك كوريي محمد كعب عن من حدثه عن محمد بن كعب مركوري إمام أبو داود قداش يسوى حجري حديث كان محمد بن كعب رواة بضانه كلهم ضعفاء كوريسي كان مجهول كوكوتشيران أوران كان مجهول كوتشيران مجهول كالفتيسة سيدة عقيل يا إليهين وحكور يا محمد كعب أثر كحديث كارو ننوى ضعفة بقول كيف سغال يا سغاش أنه كذابين بله قدر كيس مركي اللي سوّر يقوى ميت كذاب وهشام أبو المقدام عبد الرحمن بن قيس الضبي كوح سلاس أو كلاتهم بالا نحمري وحهم بين علياش كوروري كورين ديسة وقران واي لكن جمل كقاركوت وسغيهن إن وقتل الحية والعقرب وإن كنتم في صلاة يذوي سغنته في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وسغنته إن انقذارك لا أستر نهي إهان ومسقنا لكن من حديث عائشة نيقو سفر كيمد في صحيح مسلم وغيره نغن لما أمر بجري إله إنما أمر أن نكسو الجدر بالثياب دي ردنا دارو حنا نلام عمرين عمرك يكلا جوينه
sawirana uu lahaayay barkimaha ka dhigayeen qayb saas oo kale taa waa jira ninka uu shar badan ee dadku nacayaan umarada iyadoo ah baa sugan khiyaru aimmatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusallu yusallu wa tusalluna alayhim wa yusalluna alaykum idin du'ayna u du'aynaysaan wa shiraru aimmatikum alladhina tabghadunahum wa yabghadunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuwa aimada hadii la yiraado hadii sidaas oo saxay waa jira akramun naasi falyattaqillahana waa quraanba inna akramakum cinda allahi atqaakum aqna naasina waa xadiidkii abi hurayra ittaqu lmaxaarima takuna acbada annaas warda bima qasama allahu laka takuna aqna annaasi xadiidkii ahaa marka jumalka qaarkood qaybo ka midihi axaadiis siyaabo kale uu sugnaaday baa jiray laakiin ka xadiidkan ahaan ma sugna halkaasoo casharkeena maanta ku deeleynaa alimaanu bilyowm alaakhir iyo waxyaabihii la xiriiray iyo casharkeena berri noqon doona subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk